فرنسا تهتز، والاتحادية الفرنسية لكرة القدم تحت الصدمة. مزدوجو الجنسية يديرون ظهرهم لمنتخبي الديوك، قرروا عدم الانتظار والتريث وقالوا نعم لبلد أجدادهم. حجام وعناني خيركوف والشيبي يطعنون فرنسا في الظهر، يختارون تمثيل الجزائر ويكشفون ذلك علنا وأمام الملأ. الصحافة الفرنسية لم تستوعب ما حدث، لم تتعود على ذلك، ووصفت الأمر بالخطير الذي يهدد مستقبل المنتخب الفرنسي ويمهد لثورة في الفئات الشبانية الفرنسية. الظهير جوان حجام الذي ينشط في فريق نونت الفرنسي رفض دعوة من منتخبي الديوك لأقل من 20 عاما ليقرر الفرانكو جزائري تمثيل الخضر والسير على خطى بدر الدين بوعناني جناح نيس وصاحب 19 ربيعا، والذي شارك مع فرنسا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. اللاعب الذي قال قبل أسابيع أنه يستلهم من محرز سيجاوره قريبا. ليس هذا فقط، فحسام عوار لاعب أولمبيك ليون قرر عدم ارتداء قميص فرنسا مجددا وتغيير جنسيته الرياضية، بينما باشر الظهير الأيمن لفريق باستيا خيركوف إجراءات التحاقه بالمنتخبي الوطني، وأعلن نجم تولوز فارس شايبي خطوة اختياره الخضر عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي معتذرا لفرنسا. فاسترجاع الجزائر لأبنائها لم يهضم في عاصمة الجن والملائكة، واختطاف أبرز المواهب في المنتخبات الشبانية لفرنسا لن يمر مرور الكرام. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.